إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالديسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا روب ستريجر مع كل يوم بمقطع جديد من سلسلة الطريقة للعالمية. لا تنسوا اللايك يا جماعة الخير بالبداية والاشتراك بالقناة أيضا إذا ما كنتم مشتركين. اليوم يا جماعة الخير الدفعة الجديدة من حدث المتحولون ونزل جينولا 98 وريبيري 98 وشوية لاعبين كمان حنشوفهم، أيضا في باكجات، في عنا أوزيبيو المومنت، في أشياء 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 فخمة بزيادة. إن شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا بالمقطع، تنسوا اللايك والاشتراك، وفي باكج زائد 93. خلونا نبدا. دف عليك تشارلز، وهي الترقيات. اوه نزلوا، صح نزلوا يا جماعه لعيبه سواب. اوه هذا نزل كمان من فتره يا حبيبي، ورب تحدي فخم اوزيبيو المومنت. وح او ماي جاد، 10 ملايين تحدي. الباكجات طيب تسوى؟ والله ما الباكجات على الفاضي، والله ما في ولا باكج بيسوى. اخر شيء بعمل اوزيبيو المومنت، بعد يومين بعمل باكج الايكون بيطلع لي اوزيبيو المومنت. بعرفها هاي الحركات منيح بعرفها. طيب يا شباب حنسوي اوزيبيو المومنت الاعاره، ماشي؟ اذا عجبنا يعني بنفكر بدنا نسوي. اوح 82 ريت، ليش؟ والله كثير. اذا عجبني بفكر. يا سلام، وصل اوزيبيو يا شباب، وصل. ويلكم يا الاوزيبيو، ويلكم. ورب طاقات يا شباب، هلا بينزل لك مهاجم الارض. يوه إذا عجبنا يعني حنساوي عاد، ممكن مو حنساوي، ممكن إنه نساوي ساعتها. تعال نادي، يا عيني على التشكيلة، وربي تشكيلة فخمة صارت. ها أوزيبيو المومنت مهاجم مع مبابي، هلا هيك بيشتغل الجلد. هات نجرب. روح خرب بيته كله تحديات، والله تشكيلة حلوة. جيرد مولر ألماني أصلي يا جماعة، عليك التشكيلة كلها دوري ألماني تقريبا. الأوزيبيو يا عيني، ايه فاول، والله ما حسب لي شيء يا عيني. يا هو ليش هيك؟ كانه في تقل. شوف كليني، جابه الوحش، جابه كليني. يخرب بيته كليني، شو قوي والله عليك. طبل شو عموله. الله يا ميسي، الله. يا ميسي نسينا نزل كانسلو. لا ام الحظ. بابا الاوزيبيو، بابا الاوزيبيو يا اخي، والله حرام كل مرة. روح يعني يا ميسي. ام الحظ، شوفوا بعد ان شاء الله قبل ما يخلص الشوط النتيجة 1-1. الأوزيبيو يا اخي، أوزيبيو شد مستوى. والله يخرب بيت الشغلة. وربي كليني وحش، وربي يا الله. يو يا الحكيمي، والله كليني يا جماعة، قسما بالله جلاد. سجل ميسي، شلون كاتبين جول صفر؟ والله سجل. لا من اللاج ما عرفت سجل. ساطينا وش وصدق حاله الثاني. الأوزيبيو، الله 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 يا عيني، على طريقة قدوته الدون يا شباب. لا قدوة أوزيبيو هو الدون. نعم لا والله الله يا الانسنية، يا عيني يا جلاد. يا العزبيو، يا العزبيو. راح 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 بلنتي يا حكم. هاي يا العطال. لا يا مبابي، بلعنا والله عليك. صلوا الحمد لله. يا لازيبيو كانت ريبونا. يا الله يا نوير، جيب ميسي بيعرف يتفاهم مع نوير صح. يا ليو وليفاني نشل من المباراة، والله حرام عداني هيك.
حدث جديد. يا ساتر يقطع ام الطاقات. ريبيري 98، جينولا 98. جينولا اغلى لاعب باللعبه حرفيا، 14 مليون سعره. راشفورد نزلوا له كام ساني؟ استنى نشوف الباقي. يا جماعه راشفورد يا جماعه 99 سرعه، 96 دربلينج، ثاني 5 نجوم. جوميز نزلوا سي بي. انت ماريو جوميز اللي مقضي حياته عم يسجل اهداف نزلوا سي بي، وطاقاته فخمه يعني، والله طاقاته عن جد فخمه. ماريو جوميز. فالفيردي ظهير يمين يا جماعه نزل، فالفيردي تبع ريال مدريد، والله طاقاته بينفع محور. ليمبرغ نزل، فرناندو مورينتس كمان من ريال مدريد، فيليبي كوكوريلا نزلوا له ظهير يسار قسما بالله، جلد جلد جلد. وريكن ار ام، ريكن صراحه بطاقته جدا حلوه ريكن يعني، بس هو اسوان عرفته، فيا رب انه ما يطلع لي يعني. فا والله بطاقات جينولا يا جماعه، خلينا نشوف الطاقات. او جينولا دوري انجليزي عملوه، او ماي جاد ماني منتبه. يا ساتر والله ده، خلينا نشوف بطاقه جينولا بس. يا ساتر يا ساتر، جينولا دوري انجليزي يا ساتر يا جماعه. هو الدون، خلينا نقول هو الدون ال99 نفسه. لا الدون 99 صراحه اقوى شوي بطاقات، خلينا نقول الدون، بس انه 5-5. يا ساتر قسما بالله بطاقه، وجنسيه فرنسي فوق منها، يعني كل شيء بدك اياه بهذا اللاعب موجود حرفيا، وفيزيكال نار ما بعرف. وهذا اللاعب معروف انه مسلوك هيك، شلون بتمشي سلوك معه ما بتعرف. نزل سولشاير كمان، طبعا سولشاير تحديات، هلا حنشوف بطاقته. جوميز دوري ايطالي 90، اوف 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 اوف، وطويل ده جوميز يعني بينفع سي بي، والله بينفع يا جماعه. يا جماعه سي بي الفينش عنده 94، يعني بتلعب 5 دفاع وحول محور بالجيم، بس ثقيل صراحه، ثقيل جدا انه يلعب محور حتى. ليمبرغ 5 صح ويكفو. والله يا جماعه والله واو. نزلوا مورينتس بيض صح؟ او لا والله 5 ويكفوت مع هانتر صراحه حلو، او مع انجن كتير خرافي ممكن يكون، خاصه انه 5 يكفوت وفيزيكال حلو، بس ريكن بيض، لا ريكن سيء. وبالمناسبه خلينا نشوف سولشاير. والله اوه يا جماعه الشوط 98 بطاقه الجناح يا ساتر، بس الدربل عنده تقيل شويه، هي افضل صراحه. الدربلينج 98 والباصات 97، الباصات ولا غلط، تعطيه هانتر خرافي. يا ساتر اذا بيجيني هذا، لا اله الا الله، لك الدربلينج هذا اللاعب عن جد امنيتي انه يجيني يا جماعه. وعندك راشفورد صار خفيف اكيد، والله راشفورد كمان خرافي، كله ثاني صار 5 نجوم مهارات كمان. او ماي جاد لاعب الفلي فيردي، يعني هدول الابرز صراحه، هذا بيض يا اخي، هدول الباقي بظن بسيطه يا رجل، بس 13 مليون. اخ لو انه اغلى كان اشتريته، بس صراحه انا ما بشتري هيك لعيبه رخاص. بسم الله يا جماعه، اول تطوير للخطه. ويلكم يا جوميز، ويلكم يا جوميز، والله سيبي الارض. وبيزبط لي كليني 10 كمان، اسطوري جنسيته المانيه، ممكن تفيد كمان، والله جنسيه حلوه الماني. هذا تحدي سولشاير بكلف 88 ريت و86، والله غالي سولشاير، ماله رخيص. تحدي سولشاير او ماي جاد يا جماعه، ليه بكلف 450,000 بس ريت 97، يعني طبيعي انه يكون غالي. هذا الباكج يا جماعه جدا مهم، بس انه 100,000 سعره. الفكره انه بيطلع لك 7 لعيبه واثنين مضمون انه 88 وفوق، فنسبه انه يطلع لك اخضر جدا كبيره، تمام. وبيطلع لك لاعب سواب وتوكن درافت، وبيطلع لك لاعب اعاره من الهيرو. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم يطلع لنا شي لاعب، والله 100,000 كثير قسما بالله، بس يلا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا رب. هو باك واحد ما فيك تفتح اكثر من مره، يا رب اخضر يا رب. بسم الله. لا هاري كين يا اخي، وين الخضر؟ وين النسبه هي 20-25%؟ حرام عليكم. هاري كين كم سعره بالله مبدئيا؟ يا جماعه هاري كين سعره حوالي 40,000، إذا معه لاعب ثاني 90 ماشي عادي، سعادة عوضنا قيمة الباكج. يا حرام يا حرام يا حرام، توقعت راح يطلع لي أخضر. ستيرلينج معه، ستيرلينج ليك الزفت، ستيرلينج هاري كين ب 40، ستيرلينج ب 25، يعني في يعني خسارة شوية، وفي دافيد سيلفا يمكن أبو 10,000 ماشي، خمس يعني مو خسارة كبيرة. يا أخي والله حرام، والله حرام، توقعت شيء أفضل. يا رب إنه يطلع لي جينولا، يا رب يا رب جينولا، يا رب جينولا، ما في حدا غير جينولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جوميز أسطوري، كم بدي أشتريه يا جماعة؟ شكلي حجربه قبل ما أشتريه. والله جوميز أسطوري، تعال تعال شوفوا، حتى حاطه بالتشكيلة يعني عشان تعرفوا إنه أنا أصلاً صراحة كنت ناوي أشتري. يا أخي والله حرام الباكج، قسماً بالله المفروض الباكج يجيب شيء أقوى من هيك يا جماعة. شو هذا؟ والله يا جماعة 99 سرعة، يا ساتر 99 سرعة مع الشادو، وربي يا جماعة فينش 94، يعني بتحس حرام حرام يلعب، شو اسمه
بتحس حرام يلعب يا جماعة سي بي يا رجل. لعيبتي الهجوميين يمكن الفينش عندهم اقل. انسيني الفينش عنده اقل من جوميز. طيب يا جماعه الخير، عندنا هذا الباكج الان زائد 93 ازرق او اخضر، ويا رب انه يطلع خضر. فهيا بنا هيا بنا. طيب بسم الله، هذا التحدي الاولاني وخلص بنجاح. لانه في هزه ارضيه ولا انا هيك حاسس؟ في هزه ارضيه صح؟ ايوه هزه ارضيه حسيت فيها. ايوه 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 والله هزه ارضيه صار. ليك لسه موجودة ها؟ والله صار هزة أرضية يا جماعة. ايه انت؟ ايوه ايوه شوف 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 الإضاءة. ايه؟ يا اخوان هزة. هزة هلا بس نوع نحن والبناية رح ترقص. أهم شيء بي سي لا يطيح. أنت طيح عادي موت. والله هزة أرضية صار. أقسم بالله يا اخوان إن هزة والله. حسيت فيها. أخيراً من زمان ما طلعت في المقاطع يا أخي. منتج حق ويلكم باك يا سوني. طيب يا شباب رح نشوف طاقات معنا الأسطورة ياسين. Let's go. ويلكم. فبسم الله. طبعا جبنا صورة هاي بناء على اقتراحه ولا أنا والله ما لي موافق، ولكن جبنا صورة الجوت. الجوت والله صدقني يعني حتى المتابعين راح يحبون. انا عارف انه هالجوت بيغير تاريخ القناه، بيغير التشكيله. حينزل اساسي اللاعب اللي راح يجي مو باساسي وبس، صدقني يكمل حتى فيفا 23. ليتس جو. طيب يلا بسم الله، خلينا نرسل التحدي يا ساده يا كرام ونشوف. بدنا خضر ها، بدنا خضر. بسم الله يا ربي كريم. مهاجم صح؟ اي مهاجم. مهاجم فيزيكال مهاجم. حلو هذا اللي بدنا اياه يا رب. الدربلينج يا رب خفيف بس الدربل 90. شب شفتر هاد باصات 92. كام هو؟ كام هو؟ كام اي كام. شو نوع البطاقة؟ تيم اوف ذا سيزن مو شب شفتر. انزين منو هذا؟ ما ادري والله مين هاد. 93 يا جماعة بالضبط. اوه روح اللعب الثاني. ار 2 دفاع وسط ممكن. وصل دفاع دفاع يا رب. الدرب العالي يا رب. مدافع صح؟ مدافع مدافع ارجوك. وسط 87 كم السرعة؟ 93 مستحيل. سيبي صح؟ ظهير؟ لا ظهير ما شكله ظهير. شب شفتر لا تكفى يا رب. من هذا؟ ثاني نشوف الجنسية. تيرني يا عمري. والله رهيب يا عمري. والله فاجأني والله يا عيني. استنى لا ترجع. ثواني ترني كم سعره بس؟ 150. حلو ماشي اوكي يعني يدخل. طيب روح تعال تلعب. اوكي حلو ها حلو ها. كأني شفت هذا اللاعب. كأني شفت قبل. سيبي هو سيبي هو أيوة سيبي رياكشن 99 كأني حتى انا شايف. السرعة كم؟ هذا مين فان داي؟ yeah. ما ادري روبن دياز صح؟ اي روبن دياز. كم سعره؟ يا اخي رخيص روبن دياز معفن يا اخي. عندي اياه اصلا. عندك اياه؟ ايوه ينباع؟ لا ما بينباع احمر. yeah. حول اخر لاعب. ارجوك انك مهاجم ارجوك. لا مستحيل مهاجم. سي ام مهاجم. مهاجم هالاند؟ هالاند دربلينج اربع. لا هالاند اول فيزيكال 90 صوت 87 شو ده والسعين. ترني والله ترني يعني نات باد والله. وانا اقول خذ ترني يعني اساسي. يا اخي ما عندي حدا دوري انجليزي. لا وين استنى هذا يعني بتاخذ هذا بتفر بالتحديات. والله هيك شكله صراحة يا اخي. المشكلة ترني شكله الجوت ها مقلب. انا بغيره والله. انا بغيره بعد ما جبت العيد فيني. بدك تغيره ها؟ صدق يا اخوان الجوت هذا لازم نغيره. تيرني بينفع اصلا سي بي؟ طوله 178 يا رجل. سي بي والله حاخذ روبن دياز يا جماعه. يا الله والله توقعت شيء افضل. والله انا لو جاني انا تيرني انا كنت مستانس كنت بستانس. روبن دياز انا كله زفت. هالاند اوه يا جماعه شوف الباكج بيضمن لك اختياري زائد 82 و12 لاعب وايكون بلاير بيك بتوين 3 برايم ايكونز ل10 مباريات زائد 90 3 ايكون برايم. بسم الله يا رب. يعني في ايكون برايم اختياري.
وكاوت يا رب اخضر. ارنولد سانشو. اوه باكج ايكون يا شباب زائد 90، باكج ايكون برايم زائد 90. مشكلته هي مشكله واحده بس، هذا الباكج مشكله واحده. يا رب يطلع لي اخضر يا اخي من هذول بالغلط. ويا عيني كروس والله رضيان. والله ممتاز حلو. اللي بعده انا الان مو رضيان. مشكلته يا جماعه هذا الباكج انه اعاره، ولا صراحه ما في مشكله ثانيه. كان يا رب يا كريم، يا رب يا رب يا رب يا رب، بالله بالله اعطوني هيك ايكون قوي، ايكون قوي، ايكون قوي بالله. بسم الله. ستيشكو دايم، اعطوني الباكج الثاني يا شباب. ايوه شكرا شكرا. يا رب يا كريم يا رب يا كريم، هذا نفس الباكج، نفس الباكج، بس انه الايكون الاعاره من يعني 5 لاعبين يا جماعه، مو 3 بس. يا رب يا كريم بالله عليكم يا شباب، لاعب هيك اخضر بسم الله. لا وات مشاشات. اوه ايش في هيك بيطلع الاي؟ الله يخرب بيتكم، طلع بوشي، فكرت طلع لي ايكون من الباكج، يخرب بيت الجلطه. طلع ايكون اعاره 5 مباريات، مو بتختار من 5 لاعبين. يا الله يا الجلطه يا الزفت يا ماكليلي يا الزفت. ساني طبعا من الدفعه الجديده بيودي جيبه، وعندك جوميز من الدفعه الجديده، وعندك ديفيز من دفعه الشيب شيفتر اللي هي اللي قبل، بس اني ما جربته يا جماعه. بس والله عليه طاقات يا جماعه مو طبيعيه، طاقاته فيزيكال فيزيكال، يعني بيلعب مهاجم بيكسر تكسير. طيب يا جماعه الخير، خلص قررنا نعمل الخطه بهي الصوره. هي جبنا جوميز، حنجيب بيريرا وساني وديفيز، حرفيا تغييرات كبيره. وتنجرب ديفيز كاس تي، ساني كجناح، ممكن اني اعطيه فرصه كمان، ممكن يكون هو مهاجم وديفيز جناح، حنجرب اكثر من شيء. بس بيريرا طاقاته حلوه من الشيب شيفتر كمان، فالتشكيله تقريبا يعني اكثر من نصها صارت من الخضر. اوه 455، العب يا الصيده، العب يا الصيده، حلوه حلوه هي، والله ممتاز. يا عيني سعره اغلى، يا رب انه ما يرخص بس بعد شويه. يا عيني على التشكيله يا جماعه، تشكيله مليانه لعيبه خضر، 1 2 3 4 5 لعيبه خضر، حوالي نص التشكيله يعتبروا من اللعيبه الخضر. والله التشكيله صراحه فخمة فخمة، الآن صار لازم نجربها بالفوت ونشوف. الصراحة ديفيز لازم أعطيه بطاقة غير، لأني بدي لعبه مهاجم، فبدي شيء يزوده بالإنهاء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قسم بالله التشكيلة حاسسها قوة مو طبيعية حتكون. ولعب 5 دفاع، ووح والله تشكيلة حلوة. كونكو عنده كمان، وفرناندينيو، فرناندينيو من أكره المحاور على فكرة باللعبة، كريه كريه فرناندينيو. آخر شيء توقعته بحياتي ماريو جوميز العب فيه سي بي. يا عيني على اللعب، يا عيني روح يا دفوز. ديفيز يا جماعه مسلوك على فكره، لعب ضدي مسلوك، مسلوك سلكان. احلى شيء ثاني ديفيز سريع. يعني يو الله يخرب بيت الحظ. لا والله والله انك تيس، والله انك تيس. شو الانهاء يسجل عليه بكومن او العاب. عيني الامبابي، عيني يا الار 2 يو يو يا ساني اللي فوق ليه لحاله. الله عليك يا حارسنا، لا لا حرام عليك، الله عليك الله عليك الله عليك. اوكي اوكي ديفيز وين الانهاء يا ديفيز؟ ديفيز نجرب. يا الله يا كورتوا. ساني يا عيني يا عيني يا ساني يا جماعه، ساني شكله مهاجم افضل من ديفيز، شكله ديفيز حول محور او جناح وخلي ساني المهاجم. سريع سريع ديفيز سريع، بكره الخصم حياته والله. يلا ديفيز 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 ديفيز. يا كورتوا يا الزفت، روح شوف شوف سرعه ديفيز، شوف سرعه ديفيز. والله انه انهاء زباله والله يا جماعه. اخضر شو ساوي انا زياده؟ طيب شكله ساني، شكله ساني مرعب. شوف السرعة شوف السرعة بس تبع ساني،
يا الله الطيارة يا جماعة، هو ديفيد. يوه يا جماعة مو طبيعي يا جماعة، لا 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 مو طبيعي. ساني انسحب الخص، يخرب بيته ساني يا جماعة، غير طبيعي هالساني، غير طبيعي، غير طبيعي، خارق للعادة. والله ديفيز بدع كمان يا جماعة، يا انه سريع. شوف شوف الخريطة الحرية، ديفيز حرت الملعب كامل. كل جول احلى من الثاني، يخرب بيتك. هذا الجول، هذا الجول. يا العقرب، الله يا الساني. شوف 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 شوف، بس مت عينك عزيزي المتابع، مت عيونك، يخرب بيتك على هالجول يا ساني. الله يا ساني، والله الصراحة يا جماعة ساني خرافي، عجبني عجبني يا جماعة، يخرب بيته. شو 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 فنان. وديفيز ديفيز سريع سريع سريع، أسرع في لعيبة كتير 99 سرعة، هذا أسرع واحد فيهم فعليا، أسرع منهم. شلون مو منار كله 99؟ إيه هذا أسرع منهم، هذا أسرع منهم. لا 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 تناقش، والله هذا سريع سريع مو طبيعي. وبس الأرتو عنده سيئة الصراحة، الكيرب عنده تعبان، بس أنا ما جربته بشي تاني غير الكيرب، بس سريع ومحور الأرض وعطال يا أخي، والله انه رهيب يا اخي. الجناح كتير ببدع، بالمحور بكل مركز ببدع عطال، رهيب رهيب. بس جوميز والله ما شكله كل هالقد، جوميز ما شكله كل هالقد للامانه يعني. وبيريرا رهيب جدا كمان، بيريرا والله رهيب. شكرا لكم متابعه المقطع، هيك بنقدر نوصل للنهايه. لا تنسوا اللايك والاشتراك، تابعوني على حسابات الثانيه، الروابط بالدسكربشن وقنوات الثانيه. وبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.